السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد رحمي. يلا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله يا شباب هنبدا نكمل الخصائص اللي هي بتتدرج في الجدول الدوري، وهنبدا نشوف مع بعض ايه الخاصيه الثانيه. احنا اخذنا طبعا المره اللي فاتت الاتوميك سايز، وقلنا ان الاتوميك سايز او الحجم الذري هو اللي بيحدد كل الخصائص اللي هناخدها بعد كده. فالبروبرتيز بتاعت الاليمنتس الموجوده في البريودك تيبل او في المين بريودك تيبل، اهم واحده فيهم زي ما انت شايف كده اللي هي الاتوميك سايز. النهارده هناخد الالكترونيجاتيفيتي او حاجه اسمها السالبيه الكهربائيه، او قدره الذره او بتاعه العنصر انها تشد الالكترونات، بس مش بتاعتها، بتاعه الذره اللي جنبيها لو بيعملوا مع بعض شركه او رابطه علشان يوصلوا مع بعض لحاله من الاستقرار. هنفهم كل ده دلوقتي ما تقلقش، بس الخاصيه دي عشان نفهمها كويس قوي لازم تكون فاهم ومتذكر معايا الاتوميك سايز كويس قوي. طيب تعال نكمل. زي ما احنا شايفين مع بعض يا شباب، الاتوميك سايز الجراديويشن بتاعتها كخاصيه في السيم بيريود او في اي دوره من اللي قدامنا دول، هتلاقيها ان احنا كلما اتجهنا من اليسار لليمين فروم ذا ليفت تو ذا رايت، تمام، هتلاقيها انها ديكريزس. وكلما اتجهنا فروم اب تو داون او من اعلى لاسفل ان ذا سيم جروب في نفس المجموعه هيحصل لها ايه؟ انكريزس. حلو، ايه علاقه ده برضه بالالكترونيجاتيفيتي؟ هنعرف دلوقتي ما تستعجلش. بس قبل ما نبدا لازم تعرف، لو احنا سألناك بناء على الخاصية دي اللي قدامنا ده، افترض ان انا جبت عنصر من اللي في الاول هنا دول مع عنصر من اللي في الاخر واكبرتهم انهم يقفوا جنب بعض، ركز، مين فيهم ممكن بالجاذبية بتاعت النواة بتاعته اللي هي البروتونات اللي جوه كتير وشحنتهم موجبة كتيرة يشد اللي عند التاني كمان او يبدأ يأثر عليهم؟ فكر كده، يعني مثلا بلاش الدورة الاولى، خلينا في الدورة التانية اللي هي الليثيوم. خدنا الليثيوم اهو الاي، وخدنا اخر واحد، بلاش اخر واحد، الفلور اف اهو. شوف دي صغيره، انا عارف انها صغيره الفلور، والليثيوم شكلها كبير، انا عارف انها كبيره، بس سيبك من الحجم، مين فيهم جواه بروتونات اكتر؟ اكيد الفلور. يعني الفلور اللي عنده كام دلوقتي؟ عنده 9 الكترونات. يعني ده معناه ان عنده 9 بروتونات جوه موجبه كبيره وبتشد التسع الكترونات اكتر، فعشان كده هو صغير. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان البروتونات اللي جواه اكتر من الليثيوم. الليثيوم عنده 3 بروتونات موجبه بس، يبقى هما بيأثروا على الثلاث الكترونات اللي بره وكل حاجه، بس لما يبقى عندك 3 بروتونات موجبه غير لما يبقى عندك 9 بروتونات موجبه، مين اللي هيبقى قوه جذب اكتر؟ فهمتني قصدي ايه؟ يبقى ده معناه ان سيبك من ان الحجم كبير ما يخليش ده يغرك، لا، ممكن يكون هي صغيره بس لو جت جنبك انت اكبر منها، بس لو جت جنبك هتشد الكتروناتك انت كمان، ده جواها 9 بروتونات. يبقى خد بالك بس من النقطة دي، إن إحنا الحجم هنا مش دلالة على قوة الذرة في إنها تشد الإلكترونات، لأ، ده بالعكس، ده كلما كان حجمها أصغر ده معناه إنها أقوى. يعني ده معناه إنها شد الإلكترونات بتاعتها قوي لدرجة إنها بقت صغيرة، ده ممكن كمان تشد اللي جنبيها، ها؟ فهمتني ولا إيه؟ طيب تعال نكمل. عشان نفهم بقى الخاصية دي كويس، لازم تركز معايا في المثال ده، أهو بيقول لك سكند الإلكترونيجاتيفيتي بروبرتي. إيه بقى المثال؟ بص بقى يا سيدي. افترض معايا ان في شخصيه خياليه كده احنا هنتخيلها، واحد غني جدا. الراجل ده ايا كان اسمه بيلعب بفلوس، معاه فلوس كتير، هو مش محتاج فلوس، بس المشكله ان الفلوس دي معاه ناقصين واحد او اتنين. يعني هو مثلا معاه 999، باقي له جنيه ويبقوا 1000، هو نفسه يعني يحلم ويكمل 1000، او مثلا خلاص باقي له جنيه ويكمل مليون، ايا كان بقى، المهم ان هو في دماغه حاجه، الحاجة دي مش هتكمل إلا باقي إيه؟ مبلغ بسيط. اللي هو عمال يلف حواليه ده، هو بيتخيله يجي، مع إن هو معاه فلوس وكل حاجة، المفروض يحمد ربنا على اللي معاه، بس مش مستقر، مش مبسوط. يعني فاهمني؟ عارف بالظبط زي ما تبقى أنت معاك في المحفظة مثلا 99 جنيه، مليين المحفظة، جنيهات، وكل اللي أنت عايزه إنك تجيب جنيه كمان وتروح لأي واحد يجمدهم لك، وتبقى ورقة واحدة 100 جنيه كده وتمشي بيها مبسوط، خلاص المحفظة صغرت وتمام التمام. يعني أنا أقصد
ان الموضوع مش اساسي، بس انا مش هستريح غير لما يحصل. ها فاهمني ولا ايه؟ طيب، وشخصيه برضو خياليه تانية، الشخص ده برضو واضح ان هو اصلا معهوش فلوس او معاها مبلغ بسيط جدا وعايز يزوده شويه او حاجه، بس يعني محتاج للفلوس اكتر. ها فاهمني؟ او مثلا هو معهوش فلوس اصلا، لا ده حاجه تانية بقى، ده انا محتاج فعلا يعمل الرابطه دي، او يعني محتاج حد يسلفه فلوس او حد يشاركه في مشروع. انا مثلا معايا 100 جنيه، يا سلام لو بقوا 200 وانا اعمل مشروع، او الاقي واحد يشاركني انا 100 وهو 100. المهم تشاء الاقدار ان الاتنين دول يقابلوا بعض، ويبدا كل واحد فيهم يتكلم مع التاني بحيث ان هو يقنعه بوجهة نظره، تمام؟ والاتنين اتفقوا على ايه؟ الاتنين اتفقوا على ان ده يساهم، ركز، يساهم بجزء من الفلوس اللي معاه. يعني الراجل الغني ده ممكن يديله فلوسه كل حاجه، بس هو مش عايز، هو عايز يكمل المبلغ اللي معاه. فهيقول له بص، انا هاخد من الفلوس اللي معايا 100 جنيه قصاد ال 100 جنيه اللي معاك، كده بقوا 200 جنيه، مش هحط اكتر من كده، مش انت هتحط 100 انا هحط 100 زيك. هيقعدوا معاك شويه ويقعدوا معايا شويه، بس انا كراجل غني انا مش مضطر اشاركك، انت اللي محتاج. فهم هيقعدوا معايا 20 يوم في الشهر، ويقعدوا معاك انت 10 ايام بس في الشهر. فطبعا الراجل الفقير ما قدموش حل تاني غير انه يوافق. هي شركه وكل حاجه وهيساهموا بالمبلغ، لكن مش هتبقى شركه فيها عدل. فهمتني قصدي ايه؟ يعني بمعنى اخر، الفلوس هتقعد مع الراجل الغني ده اكتر ما هتقعد مع الراجل ايه؟ الفقير. فهمنا يا شباب؟ فبدات تنشا بينهم نوع من الشراكه الغير عادله، بس هي كويسه ومحببه لمين؟ للراجل الفقير ده، لان هو ما قدموش حل تاني غير كده. طيب ايه علاقه ده بالدرس؟ ما احنا هنعرف اهو، ما تستعجلش. طيب، فبدأ ده ياخد اهو فلوس اهي، قربت شويه زي ما انت شايف من الايه؟ من الراجل الغني، تمام؟ وبدأت بقى اللي هم الفلوس تقعد معاه فتره طويله، عماله تلف حوالين راسه اهي مده طويله، يعني مثلا تقعد معاه 20 يوم في الشهر، وفين على اخر الشهر كده يوم 21 يقوم باعتها له كده اخر 10 ايام في الشهر، ويرجع ياخدها منه وهكذا، اهو بعتها وبعتهم له، تقعد معاه فترة بسيطة بس. فهتقول لي طب دلوقتي هل ده عامل اللي هو عايزه وده عامل اللي هو عايزه؟ أقول لك بمعنى الراجل الغني دلوقتي في العشرين يوم هو حاسس إن هو مستقر، أنا دلوقتي بقى معايا المليون جنيه اللي كنت بحلم بيهم، كانوا 999 ألف، لكن دلوقتي بقوا ما شاء الله، يعني وصلوا من اللي أنا عايزه، بقوا مليون. الراجل الفقير برضه نفس الكلام، كان هم 100 جنيه مش عارف يعمل مشروع، لا بقى معاه 200 جنيه في العشر أيام، مع 10 أيام بس استقر. فكل واحد دلوقتي مبسوط، كل واحد ايه؟ مبسوط. هو ده نفس اللي بيحصل على مستوى الذرات اللي احنا هنشوفها دلوقتي، بس بقى مفيش فلوس، الفلوس بتاعتهم هي الالكترونات السالبه اللي بتدور حواليهم. فهمتني؟ وحاله الاستقرار اللي هم عايزين يوصلوا لها ان كل واحد مستواه الاخير بتاع الالكترونات الاوتر موست انرجي ليفل يكون مليان بالالكترونات، فيلد وذ الكترونز. هي دي الحاله اللي هم عايزين ايه؟ يوصلوا لها. بس تعال بقى نشوف مين فيهم هيضحك على التاني، والنواه بتاعته فيها بروتونات اكتر، ويشد الالكترونات ناحيته اكتر ويديها للتاني شويه صغيرين، زي ما انت شايف كده كانها لعبه شد الحبل يعني. ده محتاج الفلوس وده محتاج الفلوس، بس ده اقوى فشدها ناحيته اكتر، ده محتاج الكترونات وده محتاج الكترونات بس ده اقوى شدها منه اكتر. طب اقوى ليه؟ ما تشوف بقى، اكيد البروتونات اللي جواه اكتر بتاعت النواه، فمش بس شدت الكتروناته، ده كمان شدت الالكترونين بتوع الشركه اللي احنا كنا عاملينهم، خلوهم يجوا ناحيتي اكتر. فاهمني ولا ايه؟ طيب تعالى ناخد مثال بقى كده بالراحه. افترض ان انت عندك الذرتين اللي جايين دول، احنا عايزين نفهم التعريف اللي فوق ده، انا مش هقراه دلوقتي. واحده فيهم فيها بروتون واحد ونيوترون واحد جوه النواه، يعني شحنه موجبه واحده، يعني خلصت الكلام، وشحنه سالبه واحده اللي هي الايه؟ الالكترون الاخضر ده، هو ده الراجل الفقير. وعندنا ذرة تانية، شوف بقى عندها كم إلكترون؟ عندها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إلكترونات، 9، 2 في المستوى الأول، فاكر 2، وبعدين كم؟ 7 في المستوى الإيه؟ التاني. يبقى هي المستوى التاني ده بيتملى ب8، فاكر؟ يبقى هي عايزة كام عشان يتملى؟ 1. يبقى هي عندها فلوس وكل حاجة، هو ده الراجل الغني بقى الطماع، هي عندها فلوس، عندها 9 الكترونات، انت عايزه ايه تاني؟ يقول لك لا، 9 دول 2 7 لو وزعناهم. السبعه دي انا عايزها تبقى 8. زي ال 99 جنيه انا عايزهم يبقوا 100 جنيه. فده الطماع ده. والتاني كده كده اصلا هو لسه في المستوى الاولاني اللي هو بيتملى ب2.
فهو عايز واحد كمان عشان يتملى وخلاص، هو حلمه يعني يبقى معاه 200 جنيه بدل 100 جنيه، انا معايا 200 جنيه مش عايز اكتر من كده. فده فقير مضطر. لو تلاحظ هنا كام شحنه موجبه جوه النواه؟ تسعه، تسعه بروتونز. وهنا كام شحنه موجبه جوه النواه؟ شحنه واحده بس. فلما الاتنين يقربوا من بعض اكيد التسع بروتونات دول هيحتفظوا بالالكترونين اللي ده هيساهم بواحد، ده هيساهم بواحد، هيحتفظوا بيهم اكتر. فهي دي بقى الايه؟ السالبيه الكهربائيه، او تعرفها التز ابيليتي، هي قدره ان اتوم اللي هي الذره بوندد باي كوفالنت بوند، اللي مرتبطه بربطه تساهميه، يعني ده ساهم وده ساهم، اسمها كوفالنت، يعني ايه؟ ده ساهم بجزء وده ساهم بجزء. تو اتراكت ذا شيرد اوف الكترونز توردز ات، انها تشد الزوج ده من الالكترونات ناحيتها هي، تجذبهم ناحيتها هي. هنشوف ده دلوقتي، تعال نبص كده مع بعض. طبعا احنا خلصنا الايه الشريحه ديت، اهو بيقول لك اهو كل واحده هتساهم بالكترون، الالكترونين جم اهمت اتشدوا من شويه ناحيه مين؟ اللي عندها تسع بروتونات، كانها لعبه شد الحبل. فتبص تلاقي الذره اللي هنا على اليمين دي كانها يعني استقرت كل حاجه بس بعدوا عنها شويه، لكن ديت اقوى منها، شدتهم ناحيتها شويه، بس السالبيه الكهربائيه بتاعتها اكتر لان شحنتها الموجبه اكتر. ولو تلاحظ برضو حجم الذره اللي على اليمين كبير، يعني حجمها كبير اه بس كلام فاضي، حجمها كبير عشان الشحنه الموجبه قليله مش عارفه تشد الالكترون، لكن هنا حجمها صغير لانها شده جامد. فده معناه انها عكس الايه؟ عكس الخاصيه اللي قبلها اللي هي الاتوميك سايز. يعني كل ما الاتوميك سايز يصغر ده معناه ان الالكترون نيجاتيفيتي هتزيد وقدره شدها هت ايه؟ ها؟ هتزيد. فهمنا يا شباب؟ يبقى ده معناه باختصار هو ده يعني ايه كلمه الكترو نيجاتيفيتي او السالبيه الايه؟ الكهربائيه. عندنا تعريفين حاول تحفظهم، اللي احنا قلناه من شويه، وفي واحد تاني بيقول لك ايه؟ التز ابيليتي اوف ان اتوم، هي قدره الذره اوف ذا كوافلنت مولكيول بتاع الجزيء التساهمي اللي هو عامل رابطه تساهميه يعني. تو اتراكت ذا الكترونز اوف ذا كيميكال بوند توردز اتسيلف، ان هو يجذب الالكترونات بتاعه الرابطه الكيميائيه ناحيه نفسه او ناحيته هو. ها فهمنا يا شباب؟ يعني موضوع بسيط وسهل ما فيهوش اي حاجه، يعني بالعكس انا شايف ان مذاكرته بالنسبه لك مش هتعبك، يعني مش هتغلبك في حاجه. طيب بيقول لك ايه بعدها؟ بيقول لك each element has its own value of electronegativity. طبعا ما هو كل واحد له بروتونات معينه في النواه، يبقى له قوه شد معينه، له عدد ذري معين، وله عدد الكترونات معينه، وله اتوميك سايز معين، يبقى كل واحد له قدره معينه من الالكترو ايه؟ نيجاتيفيتي، دي معروفه. وكمان هتلاقي ان اكتر عناصر ملهاش الكترون نيجاتيفيتي او مش عارفينها اللي هي النوبل جازس او الانرت جازس، الغازات النبيله، لانها اصلا مش بتعمل رابط مع حد ومستقره من بره، يعني المستوى الاخير مليان بالالكترونات، انا ايه اللي خلاني اروح اعمل رابطه تساهميه بقى؟ فبقول لك اهو بيكوز زي دو نوت كومباين وذ اذر اليمنتس، يعني مش بيتحدوا مع العناصر الثانيه اندر ذا نورمال كونديشن، تحت الظروف الطبيعيه. تعالوا بقى يا شباب نكمل بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده. التدرج بتاع الالكترونيجاتيفيتي في الجدول الدوري بيبقى ازاي؟ عكس الاتوميك سايز. يعني كل ما الاتوميك سايز يصغر مثلا وانت ماشي في نفس البريود او نفس الدوره، هتلاقي الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، لان كل ما يصغر حجمها تشد اكتر والبروتونات بتزيد اكتر. وهتلاقي في الجروب كل ما الاتوميك سايز بتزيد معناها انها ايه؟ ما بتقدرش تشد، يبقى الالكترونيجاتيفيتي هتقل. يبقى اعكس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت عن الاتوميك سايز، وانت تلاقي نفسك بتتكلم عن الالكترونيجاتيفيتي. يبقى جراديويشن اوف الكترونيجاتيفيتي اوف اليمنتس ان ذا بريودك تيبل، ذا فولوينج فيجر شو ذا جراديويشن اوف الكترونيجاتيفيتي. زي ما انت شايف اهو بيقول لك ان از وي جو فروم ليفت تو رايت سايد ان ذا سيم بيريود ذا الكترونيجاتيفيتي انكريزز، اهي اللي هي السهم الاسود. خلاص كده؟ طيب لو تلاحظ ان السهم اللي فوقيه احمر الاتوميك ايه؟ الاتوميك سايز ديكريزس، المفروض هو انكريزس العكس، يبقى ده معناه انها عكسه. طيب يبقى انت هتركز بس دلوقتي على السهم الاحمر والسهم ايه؟ الاسود، هتلاقيهم عكس بعض. خلاص؟ طيب في الجروب ان ذا سيم ايه؟ جروب، احنا قلنا لما ننزل الاتوميك سايز انكريز، يبقى الالكترونيجاتيفيتي المفروض ديكريز او انها انكريز العكس. وانت طالع من تحت لفوق، هو دايما بيشاور ناحيه انها بتزيد ازاي يعني. هي. يبقى خليك فاكر بس انهم عكس بعض. ان كل ما الذره حجمها يصغر معناها قوه شدها بتزيد. خلاص كده؟ فبيشرحها لك وبيقول لك اهو when we moving from the left to right in the same period the atomic size decreases therefore the electronegativity increases. خلاص؟ والعكس طبعا when we move downwards in the same group the atomic size increases so the electronegativity decreases.
يبقى هي عكس الخاصية دي تماما. طيب لو احنا بقى عايزين نعملها مثلا، ممكن تجيلك بالطريقة دي الله أعلم. هقول لك اهو، there is an inverse relation between the atomic size of an element and the electronegativity. ممتاز، يبقى في علاقة عكسية بينهم، اللي هي العلاقة العكسية اللي هتبقى زي ايدك اليمين دي. لكن الشكلين دول بقى عاملين ازاي؟ بيقول لك الالكترونيفيتي از دايركتلي بروبورشن وذ اتوميك نمبر ان ذا سيم بيريود. يعني كلما وانت ماشي في ذا سيم بيريود هتلاقي كل ما تزود العدد الذري الالكترونيجاتيفيتي عماله تزيد. ما هو الحجم بيصغر يبقى الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، يبقى العلاقه طرديه. ده في الدوره. لكن في المجموعه العكس، كل ما تزود العدد الذري وانت نازل من فوق لتحت هتلاقي الالكترونيجاتيفيتي بتقل، يبقى العلاقه عكسيه. خلاص يا شباب؟ لكن العلاقه بين الاتوميك سايز والالكترونيجاتيفيتي عكسيه برضه زي ما انت شايف كده. يبقى في دلوقتي عندك علاقتين عكسيه وواحده طرديه. طيب تعال نكمل. بقول لك بقى بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده، في حاجة بقى لازم تعرفها، مصطلح جديد كده اسمه ايه بقى؟ The difference in electronegativity، يعني الفرق في السالبية الكهربية. بناء على ايه تقدر تحدد نوع الرابطة وخصائص المركب؟ قال لك ما انا هقول لك اهو. خد الالكترونيجاتيفيتي بتاعت العنصر الكبير، اطرح منها الالكترونيجاتيفيتي بتاعت العنصر الصغير، هتلاقي في مصطلح جديد جالك اسمه The difference in electronegativity، الفرق في السالبية الكهربية. اذا الفرق ده بقى وصل لارقام معينة هيديني ثلاث انواع من المركبات او من الروابط المختلفه. هتلاقي رابطه نون بولر كومباوندز او مركبات تساهميه، يعني ده ساهم وده ساهم بس ما فيش قطبيه. يعني ايه ما فيش قطبيه؟ يعني ما فيش واحد ضحك على الثاني فدل ده شحنه موجبه وده شحنه سالبه، لا ما فيش حاجه من دي. وفي بولر كومباوندز وفي ان ايونيك ايه كومباوندز، برضو ما نشفاه افهمك. المهم ان انت بس تبقى عارف ان الالكترونيجاتيفيتي هي اللي بتحدد نوع المركب، بان انا احسب الفرق وانا هعرف ازاي. برضو بص يا سيدي، المصطلح بتاع ذا ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي ده الاختصار بتاعه تعمل مثلث كده معناه في طرح دلتا الكترونيجاتيفيتي يعني اي ان. بيقول لك الفرق ده لما تيجي تطرح لو كان اقل من نص، يعني من صفر لصفر فاصلة أربعة، يبقى ده معناه ذا بوند از نون بولر كوفالنت. يعني ايه نون بولر؟ اقول لك انا بقى، يعني الذره الاولى والثانيه بيشدوا زي بعض تقريبا، فالالكترونين ولا هيقربوا من دي قوي ولا هيقربوا من دي قوي ويبعدوا عن التانية قوي. فتبص تلاقي كأن يعني مفيش خلل في الشحنات، مفيش واحدة فيهم كأن الكتروناتها بعدت فالموجب هو اللي زايد، ولا في واحدة كأن الكتروناتها زادت فالسالب هو اللي زاد. لأ، يعني الالكترونين بتوع الرابطة ما ظلموش حد على حساب حد، فبنقول عليها في الحالة دي نون بولر، يعني ما فيهاش أقطاب موجب وإيه وسالب. أصل خلي بالك إن الالكترونين اللي في الوسط دول واحد مساهم من هنا واحد مساهم من هنا وشحنتهم سالب، لو قربوا من واحده فيهم هيبقى كان السالب اللي عندها زاد فبقى قطب سالب، والتانيه بعده فالالكترون بتاعها بعد كان باقي البروتون بس، يبقى كان شحنتها الموجبه زادت فبقى المركب فيه اقطاب موجب وسالب. هو هنا بيقول لك لا، لو كان الفرق في السالبيه يعني في الشد قليل فالالكترونين ما بيبعدوش قوي، بيتنوا في النص او بعيد عنه حاجات بسيطه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش اي خلل في الشحنات او توزيع الشحنات، وبالتالي المركب نون بولر كوفالنت. نون بولر يعني ايه؟ يعني مركب غير قطبي، ما فيهوش اقطاب موجبه واقطاب ايه واقطاب سالب. طيب تعال نكمل. لو كان بقى الدلتا اي ام او الفرق في السالبيه الكهربيه بين نص وبين 1.6، ده معناه ايه؟ ان البوند دي كونسيدرد بولر. في الحاله دي بقى اللي احنا قلنا عليها الراجل الطماع والراجل الفقير، وده شد ناحيته الالكترونين اكتر. الراجل الطماع لما شد الالكترونين اكتر او الذره القويه دي، ده معناه ان السالب عندها زاد، واللي ضحك عليها والالكترونين بعدوا عنها كان الموجب هو اللي زاد، فبقى في اقطاب في المركب، في موجب وفي سالب، بقى مركب بولر قطبي. لكن بقى لو كان الفرق اكبر من كده، معناها ان الذره القويه دي هتضحك على الثانيه تماما وتاخد منها الالكترونين جواها، خلاص تبعها كانهم بتوعها. فالمركب هنا هيبقى ايوني، ايونيك كومباوند، بقى في موجب قوي جدا وسالب قوي جدا. يعني المركب ما عادش موجب وسالب شحنات صغيره، ده بقى موجب وسالب شحنات كبيره جدا لدرجه ان انا بقول عليه ايونيك. يعني المركب ده اول ما تحطه في الميه يبقى ايونات موجبه وايونات سالبه، يعني في واحده خلاص فقدت الالكترون والتانيه خلاص خدته، ضحكت عليها وخدته منها من القوه بتاعتها. في الحاله دي بقى مركب ايوني. بقى انت مش عليك الشريحه دي، الارقام دي مش هتحفظها ما تخافش، بس بفهمك يعني ايه كلمه دلتا اي ان او الفرق في السالبيه الكهربيه. زي ما انت شايف كده هناخد اتنين من المركبات او من الكومباوندز اللي هي اسمها بولر، بولر كومباوندز، مركب قطبي، يعني المركب ده فيه واحد اقوى من الثاني ويقدر ان هو يضحك عليه ويشد الالكترونات. ايه هما المركبين دول؟ وركز معايا فيهم كويس قوي. اول مركب اسمه ووتر مولكيول او جزيء الميه. جزيء الميه بيتكون من ذره اكسجين وذرتين هيدروجين. خلاص كده؟ طيب
تاني مركب اللي هو مركب الأمونيا أو النشادر، هو بيتكون من ذرة نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين. احفظ بس المكونات دي بتيجي أكمل، واعرف إن الاتنين دول من النوع اللي هو بولر. يعني إيه بولر؟ كاتب لك فوق أهو، ذا ديفرنس إن إلكترون نيجاتيفيتي اللي هي الدلتا إي إم اللي إحنا خدناه من شوية بتوين إتس إلمنتس أو العناصر الأتومز بتاعتها أر ريليتيفلي هاي. هو مش عليك الأرقام، يعني مش هقول لك من 0.5 ل 1.6، لا مش هقول لك حاجة من دي، تمام؟ قول ريليتيفلي هاي وخلاص. لكن لو كان هاي يبقى ايونيك، لو كان لو يبقى ايه، نان بولر. فهمت؟ سهله. طيب ادي المثالين. طب اشرح لي برضو يا استاذ، مانيش فاهم ليه ده بقى بولر، يعني ايه السبب؟ اقول لك تعال بالراحه كده وخليك معايا. فاكر الدرس اللي فات ازاي نوزع الاكسجين ده؟ نبدا بجزء الميه اهو. الاكسجين ده كام؟ 8 صح؟ يلا نوزع الثمانية كده، 2 6 اهو. ده زي الراجل الطماع، حتى انا جايب لك على ذره الاكسجين صوره الراجل ابو بدله سودا، معاه فلوس معاه الكترونات اهو، بس لا انا عايز الستة دي تبقى 8، انا عايز مستوياتي تبقى مليانه بالالكترونات، حاله قاعده الثمانيات اللي قلنا عليها. يعني الستة دي عايزه تبقى كمان 2 يبقوا 8، 2 8، انا مش هستريح غير لما اكملهم. ها فهمت بقى؟ لكن التاني الهيدروجين الغلبان ما عندوش غير ايه؟ ها الكترون واحد اللي هو في المستوى الاولاني اللي بتشبع باتنين، انا عايز واحد كمان عشان يبقى يتشبع خلاص، يعني معايا واحد، عايز واحد كمان، انا مش عايز اكتر من كده. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ يروح الراجل الطماع ده يتفق مع ذرتين اكسجين، عفوا هيدروجين، يعني الاكسجين تروح لاتنين هيدروجين وتطلع الكترونين من السته اللي بره دول، وتاخد منهم الالكترونين بتاعتهم، يلفهم حواليها شويه وحواليهم شويه، تلف حواليها شويه وحواليهم شويه، فكده كله يبقى انبسط. يعني تبقى كأن الاكسجين خدت الاتنين اللي ناقصينها، وكأن الهيدروجين دي خدت الالكترون اللي كان ناقصها، والهيدروجين التانيه خدت الالكترون اللي كان ناقصها. شركه يعني، ده ساهم وده ساهم، هو ده معنى كلمة كوفالنت. بس استنى بقى، قوة شد الأكسجين أكتر منهم هما الاتنين. الأكسجين عدد الذرة 8، يعني جواه في النواة 8 بروتونات موجبة. تعال بقى شوف كده، كل هيدروجين من دول جواها بروتون واحد، هل قوة الشد هنا زي هتبقى زي هنا؟ بص كده مكتوب إيه، الإلكترون نيجاتيفيتي بتاعة الهيدروجين 2.1، الإلكترون نيجاتيفيتي بتاعة الأكسجين 3.5. يعني لو جيت تطرح الاتنين من بعض هتلاقيها 1.4 تقريبا، يعني رقم كبير، ريليتيف هاي كبير فعلا. من حق ديات الاكسجين هيقوم ضحك عليهم بقى، واخد الالكترونين اللي بينهم وبينه وسددهم ناحيته اكتر، تاخد بالك؟ وبناء عليه كأن دلوقتي السالب اللي على الاكسجين زاد، لان الالكترونات دي سالبه وانا شدتها ناحيتي، فكأن السالب اللي عندي زاد، وهم كأن بقى عليهم موجب، كأنهم فقدوا، وهم خايبين، الالكترونات بعدت عنهم الاثنين هيدروجين دول، فكأن بقى هم موجب. فلما اجي اقول لك ان المركب ده بولر قطبي، يعني ايه بقى قطبي؟ يعني كان بقى فيه بوزيتيف، تمام، على الهيدروجينه دي، والهيدروجينه دي بس مش بوزيتيف كامله، يعني هي ما فقدتوش، ده هو بعد عنها بس شويه، فبقوم عامل شحنه علامه كده فاصله كده جنبيها، معناها شحنه موجبه جزئيه مش موجبه كامله. مركب ايوني لا ما فقدوش، هو بس الالكترون بعد عنه شويه، لكن الاكسجين هيبقى عليه شحنه سالبه برضه جزئيه، لأن الإلكترونين قربوا منه هنا وقربوا منه هنا، فبعد عن الهيدروجين شوية، فبقى مركب بولار كومباوند. فهمت؟ طيب خلي بالك إن الفرق هنا كان كبير، 1.4، تمام. تعال بقى ناخد المركب التاني كده اللي هو مركب الإيه، النيتروجين إن اتش 3. النيتروجين عدده الذري 7، وزع كده السبعة 2 5، المستوى الأخير 5، هو طماع عايزه يبقى 8 قاعدة الثمانيات، يبقى باقي له كام؟ 3. يوم يروح لثلاثة فقراء اللي هم الهيدروجين ويتفق معاهم، انت هتطلع الكترون وانا الكترون من الخمسة اللي عندي دول، والهيدروجين التانية نفس الكلام، والثالثة نفس الكلام، بحيث ان في النهاية انا عملت ثلاث روابط تساهمية، مش ربطتين بقى، ركز، جزيء المية في ربطتين تساهميتين، جزيء النشادر في ثلاث روابط تساهمية، ماشي؟ هنا بقى كل نقطة بتمثل الكترونين، فاهمني؟ يعني مثلا النيتروجين عنده نقطه زرقاء فوق دماغ الراجل لما بدل صوره بالظبط، معناها ان اول مستوى فيه الكترونين، وعنده ايه بقى، نقطه كمان فوقيها معناها باقي الكترونين في المستوى الاخير ما اشتركوش مع حاجه. طب والثلاثه التانيين، واحد مع واحد من الهيدروجين عملوا رابطه، يبقى اللي هي الدايره الزرقاء اللي على اليمين ده، هي معناها ان في دلوقتي ايه، الكترونين هنا، ده مساهم بواحد وده مساهم بواحد، وهنا برضو تحت وهنا برضو، معناه ايه؟ معناه ان كل نقطه في الثلاث نقاط بين بين النيتروجين والهيدروجين بتمثل الكترونين بتوع الرابطه. ونفس الكلام
هيتشدوا ناحية ال N أكتر من ال H، علشان ال electronegativity بتاعت ال N 3 زي ما أنت شايفه، وبتاعت ال إيه؟ الهيدروجين 2.1 زي ما قلنا، لو جيت تطرح هتلاقيها 0.9، يعني أقل من مين؟ ها، من القطبية بتاعت الأكسجين. معناها إن القطبية هنا أقل من القطبية اللي هناك، يعني الشحنات الموجبة والسالبة اللي هتتكون أقل شوية من اللي هناك. اللي هناك أقوى، قطبيته أعلى، لأن الفرق في السالبية أكبر. فهمت يا شباب؟ وطبعا كده كلهم مبسوطين، كل واحدة من الهيدروجين كأن عندها اتنين هيلف حواليها شوية ويلفوا أكتر حوالين النيتروجين. برضو الهيدروجين اللي تحتها عندها الإلكترونين، هم يلفوا حواليها شوية كأنها بقت مستقرة اهي، والإلكترونين دول يلفوا كمان مرة حوالين النيتروجين، فكأنها خدت التلاتة اللي كانوا ناقصينها من الإيه؟ من التلاتة هيدروجين اللي حواليها دول. أظن كلام بسيط وسهل، ما فيهوش أي مشاكل. وكده أنت فهمت يعني إيه كلمة إلكترونيجاتيفيتي، إن الذرة بتضحك على زميلتها وهم بيعملوا رابطة بينهم وبين بعض. طيب نيجي بقى لشوية أسئلة بسيطة كده، بيقول لك جيف ريزون ووتر أند أمونيا أر فروم بولار كوفلنت كومباوند، هتقول له عشان فرق السلبية ريليتيفلي هاي. كلام فاضي. طيب the polarity of water molecule is stronger than the ammonia molecule. ليه القطبية هنا أكتر من هنا؟ هتقول له عشان فرق السلبية هنا أكتر من هنا، بس أهو. Because the difference in electronegativity between oxygen and hydrogen in water molecule is greater than the difference between nitrogen and hydrogen in ammonia molecule. بس الموضوع بسيط، مفيش أي مشاكل. خلاص يا شباب، حد عنده أي سؤال؟ أظن الدرس بسيط وسهل، مفيش أي مشاكل. عايزك تعيده مرة واثنين وثلاثة، وأوعى تنسى إنها دايما عكس الأتوميك سايز. يعني لو أنا جيت في سؤال في اختبار وقلت لك هل المركب ده بولر ولا نون بولر، وما كتبتلكش اي ارقام بس مديلك ده ذرته حجمها كبيره وده ذرته حجمها صغير، معناها ايه؟ معناها اللي حجمها كبيره دي الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتها قليله، واللي حجمها صغير الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتها عاليه. يبقى هي اللي هتبقى سالب لان هي اللي هتشد الالكترونات ناحيتها، والتاني اللي هيبقى موجب لان هو اللي هيبعد الالكترونات عنه. انت كل حاجه ممكن تعرفها من الاتوميك سايز عشان تبقى عارف. ها، او اقول لك مثلا مكانهم في الجدول الدوري، الاثنين في نفس البريود، لكن ده في المجموعه مثلا السبعه 7A، لكن ده في المجموعه 2A، تبقى عارف مين فيهم اللي هتفقد ومين اللي هتكتسب، او مين الالكترونات تبعد عنها وتقرب منها. لازم تكون متخيل كل ده في دماغك، تربطه مع بعضه. خلاص يا شباب، اتمنى تكون استفدت. كان معاكم الاستاذ محمد سعيد رحبي، قناه ساينس كابيتال. يا ريت ما تنساش تشترك معايا في القناه، والى اللقاء الاخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.